ليلة هنا ونجاح مليانة بالأفراح، قصة أمير مكللي رشوا ورد فواح. هيو تعب لسنين يمشي برمشة عين، يا أمل ويا كل الحلا. الحمد لله الذي أكرمني بنجاحهم. الأربع توائم عندي الحمد لله رب العالمين. عندي محمد 82 علمي، عندي أحمد 85 علمي، عندي ترتيل 91 أدبي 90 أدبي، وعندي سلسبيل 93 أدبي. اللي بدي أقوله إنه اللي عنده يعني طالب واحد في البيت، صحيح يعني تبكي معاناة اللي عنده بس طالب واحد، يعني فيما بالكم يكون أربعة في بيت واحد، أربع غرف مكون من أربع غرف لا يتعدى 100 أو 110 متر مربع. الشغلة الطريفة في الموضوع إنه يعني أنا الأمر الناهي في البيت، بس في شغلة في جزئية ما كنتش أنا الأمر الناهي فيها، اللي كانوا هم يعني كانوا عشان كان في عليهم ضغط عليهم دراسة، كنت أنا أخرج من البيت عشان أهيئ لهم وظروف للدراسة. كم أنا سلسبيل حنني، جبت معدل 93.10 بالثانوية العامة، اجتزت هاي المرحلة الحمد لله. كانت هي مرحلة أصعب مرحلة في الحياة بس كمان أحلى فرحة في الحياة، اجتزناها أنا وأخوتي، وبهنئهم على نجاحهم وبهنئ زميلات الطالبات وزملاء أيضا. اسمي محمد ناهي دار حنني، حصلت على معدل 82 في الفرع العلمي. الحمد لله، صح ان مرينا بصعوبات وعقبات، ولكن بفضل الله تجاوزنا هذه الصعوبات والعقبات بفضله وبمساندة أهالينا وذوينا وأقاربنا الذين وقفوا جانبنا. ولا أنسى الهيئة التدريسية والممثلة بمعلمين ومعلمات وقفوا جانبنا بهذه المرحلة. أنا اسمي ترتيل ناهي، حصلت على معدل 90.3 في الثانوية العامة الفرع الأدبي. الحمد لله، فرحة لا توصف، فرحة النجاح أحلى فرحة في الكون، خصوصا بمساندة وبوجود الأهل والأقارب والأحباب، فرحة لا توصف. بهدي هالنجاح أول إشي لأهلي وأحبابي وأقاربي وصديقاتي ومعلماتي اللي وقفوا بجنبي وساعدوني لحتى أوصل لهاي المرحلة، والحمد لله هسا رح كمل حياتي ومشواري وحقق أحلامي ووصل للي بدي. أنا الطالب أحمد ناهي طاهر حنني، حصلت على معدل 85% في الفرع العلمي مدرسة بيت فوريك الثانوي للبنين. الحمد لله عدينا هاي المرحلة بنجاح. بحب أشكر كل من وقف بجانبنا وساعدنا نوصل هاي المرحلة، يعني لولاهم ما وصلناش لهاي المرحلة. يعني الحمد لله على كل شيء.